بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أصحاب المروءة والشهامة، أخوان أيسنا من الحكومة، والله العظيم شوفوا هاي المدرسة من 2005 ولحد الآن طين طين. هاي القاع صارت لها، صار لها مليار سنة طين، وهسه احنا بالطين. هاي الطلاب خطية، ما شراب ماكو، مرافقات ماكو، هاي الصفوف كل سنة نطيح ونطيح ونبنيها، والعثة ما اكلتها. باو دول الطلاب خطية، وهاي الصفوف والله العظيم كأنها ما جحور، جحور مو صفوف مدرسة، جحور جحور. هذا الصف السادس باوي، هاي قطعة الصف السادس، وهذا الأستاذ يدرس. الله وكيلكم أبو قبر. شو تشوفوا من الطلاب؟ ذول الطلاب قبر، الله وكيلك. هذا الصف الخامس، هذا الصف الخامس، وذن بنياتنا. ذن بنياتنا، شو اسمك بوي انت؟ شيماء. شيماء بياصف يا مدرسة عافية. وهذا صف الرابع طين، الله وكيلكم قبر. وين أصحاب المروءة والنخوة؟ إخوان هاي المرافق مالتنا، هاي المرافق مالتنا شوفوها، الله وكيلكم. حتى الحيوان ما يدنا يمها، حتى الحيوان ما يدنا يمها، هاي حتى الحيوان. ماي تيزاب، شاهد الله، الماي تيزاب تيزاب. هاي طلاب احنا نشتري لهم ماي، والله هذا التانكي مال ماي احنا اشتريناه، لا عندنا مكان نقعد بيه. بعد شلون يصير احترام للمعلم وتقدير؟ من اي ناحيه يقدرون المعلم ويحترمونه؟ هذا الماي نشتري ترامز على حسابنا، حاوي احنا اشتريناها، هاي السياره وروح نرجع بيها كروته 30 زين. وهاي المدرسه، هاي الاداره عود مقدرين، احنا الاداره هاي بنوها للقريه على حسابهم، هاي الاداره. وهاي وضعيه المدرسه، وبكيفكم بعد لله في الله سووها. يلا في مالها.